حبيبي وعزيزتي يلي عندك آه عميقة، يلي عندك آه لها سنين طويلة، يلي مليان بالوجع، يلي مليان بالشكوى، يلي مليان بالخزي، يلي كلامك دايماً إن أنا مصاب وكأنك بتقول كلام هوشع. إصحاح 9 عدد 16 ربنا بيقدم تقرير فبيقول إفرايم مضروب، وكلمة مضروب جت بمعنى مصاب. مصاب، يمكن وانت بتسمعني تقول أنا فعلاً مصاب، مصاب بجروح قديمة، مصاب بمرارة، مصاب بخيانات، مصاب من ناس مقربين، مصاب بناس اتغيرت معايا في معاملتها، مصاب من نفسي، مصاب من الظروف، مصاب من الأيام. ويمكن درجة الإصابة وصلت بيك لإصحاح 10 عدد 7 يأخذ إفرايم خزياً، من كتر الإصابة بقت حالتك خزي عميق ومش قادر ترفع راسك ومش قادر تشكي لحد، وبقت حياتك كأنها في صندوق. اوعى تسلم، اوعى تيأس، اوعى تحبط، لك علاج وعلاج عظيم مكتوب عنه في إصحاح 2 من سفر هوشع، إن ربنا هياخدك للبرية ويلاطفك، هياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويرفعك ويشفيك ويدويك من كل جرح. وأرجوك افتكر كلمة الله بتقول في أرميا إصحاح 15 عدد 5، من يميل يسأل عن سلامتك؟ الرب. من يشفق عليك؟ الرب. من يعزيك؟ الرب. مفيش غير الرب اللي هيدويك ويشفيك ويبرئك من كل داء قديم. أرجوك اجري عليه بكل سرعة وبكل إيمان. آمين آمين. لو كل الناس خذلوك روح له تريف حضنه، حضنه يدفي وبيطمن وينسل أوجاع، هو حاسس بيك ومستنيك بألمك، بس انت تجرأ وروح له ده أعظم إله. لو كل الناس روح له تريم في حضنه، حضنه يدفي وبيطمن وينسي الأوجاع، هو حاسس بيك ومستنيك بألمك، بس انت تجرأ وروح له أعظم إله. هيداوي كل جروحك وهيشفي كل ألمك ويخرجك من اللي انت فيه بأعظم اختبار. هيداوي كل جروحك وهيشفي كل ألمك ويخرجك من اللي انت فيه بأعظم اختبار. ده أحلى صديق، كتفك في كتفه طول الطريق. ده احسن اب بيحبك يهتم بيك. ده احلى صديق، كتفك في كتفه طول الطريق. ده احسن اب بيحبك يهتم بيك. يستاهل المجد والعظمة والسلطان، ليك الكرامة والمجد يا الله. يستاهل المجد والعظمة والسلطان، ليك الكرامة والمجد يا الله. يستاهل المجد والعظمة والسلطان.